لكن هاخدها في جزئيتين مهمين جدا، ان ان شاء الله فرصه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد ان احنا نخرج اللعيبه بشكل كويس لاوروبا، دي ورده وورده جدا. في جزئين، جزء الاداره وجزء اللعيب نفسه طبعا. يعني لازم رساله للعيبه انك ما تطمعش انك تخرج مثلا وتروح نادي كبير، وارد جدا تكون دي خطوه بدري عليها شويه. الجزء الثاني بالنسبه للمسؤولين، ما تبالغش قوي في الارقام والترانسفير يبقى على اعلى مستوى. في حاجات تانية ممكن تكسب منها على مستوى، يعني على مثلا هتعمل عقد، لكن لو راح من نادي لنادي اتفرج على تجربه نادي المقاولين لغايه دلوقتي بياخد فلوس على انتقال محمد صلاح طبعا، وشوف كميه الفلوس اللي خدها قد ايه. طبعا مكسب مهم جدا. شوق غريب طور كتير في اداء المنتخب في الفتره اللي فاتت، هو نفسه طور نفسه بحقيقة. يعني في شغل واضح، في شغل معمول، ومعاه وائل رياض ومحمد شوقي ومعتمد جمال، صحيح. جهاز يعني عاملين شغل كويس جدا. وانت رايح طوكيو لما يجي ان شاء الله النهائيات، ان شاء الله دوره الالعاب تتعمل ان شاء الله. طموحك ودورك كجهاز فني، الدافع النفسي انك انت رايح فين، هدفك عاوز توصل فين. لا احنا اقل من نيجيريا اللي خدت ميداليه، ولا اقل من الكاميرون، ولا اقل من اي منتخب افريقي، وعندنا الاصرار والعزيمه ان احنا نعمل حاجات كتيره، نقول ان احنا موجودين على الساحه وان احنا ابطال اللعبه في افريقيا. ده ما بيبقاش بالكلام، ده بيبقى بالجهد والعرق والالتزام والشغل والتنظيم والاحترام وحاجات كتيره جدا. عايز اقول انه في تجارب كتيره نقف قدامها ونتعلم، فرصه كبيره جدا ان احنا نقدم اكتر من 5 6 لعيبه على اللي يحترفوا بره. ده مش في صالح المنتخب، ده في صالح الانديه، صالح الانديه وصالح الكوره المصريه بشكل كبير. طبعا بقول لاتحاد الكوره حرام عليك انت تقفل علينا، برضو برجع لك تاني اهو، تقفل علينا في 5، لا افتح المساحه. لعيبه الدوريات بره فيها قوائمها 40 و30 و35، مش مشكله تقول لي اصل الانديه بدي اسيد. ما الانديه الكبيره حتى لو خدت بتاخد وبتدي للعيبه الانديه الصغيره في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. وان شاء الله يعني يكون عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى امل كبير ان احنا نقدم حاجه باذن الله تعالى في طوكيو. المنتخب الكبير بقول انه خد خطوه، وبقول لحسام البدري انا على المستوى الشخصي انا عندي ثقه كبيره في حسام البدري كمدرب. حسام البدري عمل تاريخ، قدم مستوى مع النادي الاهلي، عمل بطوله دوري ابطال افريقيا في تونس من اروع مباريات في تاريخ الاهلي على مدار مشواره، الفوز وانتزاع اللقب من الترجي. عاوز اقول للناس يا جماعه، المساله لا بالشكل ولا بالضحكه ولا بالكلام ده، مساله التقييم بتبقى على الاداء الفني على المستوى. لما غير 7 لعيبه في المباراه فيها ظروف وفيها برضه توفيق ربنا كان حاضر، واللعيبه كانت في مستوى كويس جدا، برضه دي من الحاجات برضه ان هو عنده جراءه وتحمل المسؤوليه. اعتقد ان منتخب مصر مش هدفه الوصول للكاميرون بقدر ما هدفه ان يصل الى يعني قمه التاج اللي هو المباراه النهائيه واللقب باذن الله ان شاء الله.